ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه دلوقتي؟ انا داخل انا ومحمد ايهاب في الفيديو التاني علشان نكسب يعني جيم او نحاول نجيب جيم حلو يعني، عشان دلوقتي الكسبانه بقت صعبه شويه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نخش بقى في الجيم. نازلين كاتي كويورنر كويورنر، شكلنا كده ايه محمد داخل على عيال ايه يعني هيزعله صديقي وانا عارف. بصوا انت بتقص حاجات تعمل ايه يا ابني؟ انا زمان ما كنتش بعرف لكن عرفت حاجات وكده. ما انا زمان ما كنتش بعرف لكن دلوقتي بقيت بعرف عادي. لقيت لوما اصل انا دلوقتي احلف اقسم بالله اللي راح لها الاول. انت تعرف فين؟ انا شفتها بس في اتنين من السرعة كتير قوي. سيبها لي، ها سيب لي اللوما، سيب لي اللوما يا ولد. انا عمري ما عرفت ازاي اخد الاكس بي الليجندري ده. انا خدتها قبل كده. طب ازاي؟ وانا ماشي بالعربيه خدتها. انت معكش سلاح صح؟ مش ولا حاجه. ازاي يعني؟ يلا تعال 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 على على يعني امل ان احنا نلاقي اي حاجه. تعال نروح نتل ولا لا 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 مش لازم. بص يا عم، لقيت اسلحه اساسا. لقيت كم واحد؟ انا ما لقيتش اسلحه لكن لقيت تشيست ولقيت لقيت اسلحه. خد ليك ميز معايا. ميز ايش طيب؟ طب يلا بينا عشان احنا لازم نطلع بسرعة. احنا عايزين نروح. لا احنا عايزين نقتل البوست. لا هو في واد عليا. يلا 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 انت موت طريق. طيب انا مش في اتنين دول مرادر. يا لهوي مش وقتهم خالص. معكش بتاع معكش قصدي بتاع بنش باد. لا والله عايش. تعال ناخد منهم لوك. ناخد منهم لوك لو موتناهم. ايوه عايش. تعال موتهم. انا عايش. هاخد السجن. يا اسطى خد القنبله اللي هي خدتها. خدهم كلهم على قد ما تقدر. عايش. قالك انا بس عايزك تاخد القنابل دي اول ما العيال اللي فوق تخش الخزنه نرميها جوه. هتبقى جامده. ايوه والله تمام. مش معاك على الفكره دي. انا معايا سته. ايش تخليهم معاك؟ يلا يلا بسرعه عشان تقريبا هم جوه. ايه اللي حصل؟ لا لا انا وقعت. طب تعالى بسرعه بس عشان هم تقريبا جوه. انجز. انت اللي بترمي القنابل دي؟ لا 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 ما رميتش حاجه. امال هم بيعملوا ايه؟ دول عليهم حد. نوك عاش. خدت واحدة ولا ايه؟ تعالى بس الحقني. عمل كده كيل. تعالى بسرعة عشان في ناس بقى من بعيد. يلا طيب انا جاي لك. هم قاعدين بيرموا فلير جن. هما فين؟ يا عم تعالى نطلع فوق احنا مالناش دعوه بيهم. يلا بينا. طب يلا نخش تاني. يلا يلا يلا
انت انت بتبني عليا اعمل ايه انا اللي ببني يعني عايزين نقتل كل البوتات اللي هنا انا اتنفست ونوم البندي انت بتعمله ده يلا يلا هم دخلوا خلاص كده كده اهي لا 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 لسه ايش ده لسه حد دخل عاش ناخد بتاع الاخرى يلا يلا ناخد الكارت واخد الساعه ده هات كارت خصم هات كارت خصم بصراحه او خش يلا 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 خش يلا يلا استنى بس نفنش على دول عشان يدونا طلقات يلا انا عايز طلقات معاك يلا بسرعه بس معيش والله زون يلا طيب ما انا عشان كده بقول لك يلا هيك هيك يلا لوش اشتغل يلا يا ابني جاي يا عم هنموت انت تقدر تروح الخزنة ما انت مش مدعي عشان كده انت تقدر تروح الزون لكن انا ما اقدر ايه عشان الجند لانش عايش هات سبلاشز هات سبلاشز وانت كمان شيل سبلاشز انا عايز الشوتجن كان في تاك انا رميه هناك كان في تاك انا تاك انت ترميه هناك ما عشان انا اخدت ده ما لقيتش سبلاشز تاني انا ما عايش اي حاجة صدق يلا رايح الزون طب معاك شوش اشتغل بص انا لو لوتش ولا حاجه عندي على فكره الخدمه دي ما فادتنيش باي حاجه طب يبقى اديني جرنيد لانش عشان نروح انا وانت الزون ولا استنى ده في عربيات يعني مش عارف انا يلا بسرعة عشان في ناس هنا تقريبا في ناس ايه ده طب ما تقدرش خليك راحت خليك راحت في شوجن هنا ها شوجن ايه تاك قال لك طب مجهولي ما اعرفش معيش مكان لا تصدق معايا بس مش هقدر خلاص والنبي انا وراك يا ابني لو تقدر انت تخش طب لا لا معيش خش انت لو تقدر تجيب تعال 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 يا رب تعال يا عم عندي كام فاير رينجز اطلع لي لقيت ميت كت يا عم صوتك بيقطع واطلع لي اخد انا كام فايل لوحدي يا رب يا رب استنى استنى ايه لك اهو يا عم انا اخدتها خلاص يا ابني انا كام فايل فوق اه استنى انا كام فايل خلاص خلاص يا عم خد طيب ما انت عرفتني ليه انا ما عملت كمان يا بص انت رايح زون ها استنى اهو ايه خد لو عايز تشيك بليسز ايه ده في ليجندري تشيست في ايه في شيء يا ربي بيتك يا ربي بيتك حظك نحس عايز تاك عايز تاك مش ناقص غير خمسه يا عم يلا انت مشكله ايه معاك الشوتجن عايز تاك عندك الجيم كله معاك الشوتجن يعني والخدمه دي ما نفعتنيش باي حاجه لو معاك ار تي تي ربنا بيديني عشان معيش عايز غير 160 وانا بصرفهم في ثانيه
ما عيب بدور لك على شجان في كل حتة. يا رب يا رب يا كريم. مش لاقي. كنت حظك نحس نروح حظي بقى ان شاء الله. لا ان شاء الله. افتح الجيت اللي فوق ده وانا هنزل تحت الارض اشوف فيه ولا لا. تعرف ان هنا في مخبأ تحت الارض بس انا مش عارف مقفول ولا لا. ايه ده شالوه؟ لا المخبأ موجود. الو في طيارة استخبى. ها لقيت لك اخيرا. يا اسطى الو انا مش عارف. اخيرا يلا يا عم استنى. خش بقى الزوم عشان نشوف العيال فين. انا عارف كيف حصل. انا ما فهمتش اي حاجه والله بجد. معيش اي حاجه عدله. معيش مات. حاجه والله. معكش مات. خد شويه. تعالى ناخد السباي دروب. لا خد بس مات. ولا في حاجه بس خد مات. عايش والله. لا بقول لك ايه بلاش السباي دروب. تعالى نخش الزوم. بس طب يلا بينا وهتيجي نفايت العيال. لا بص تعالى نخش الزون ونقف على طرفها نفايت العيال دي. ماشي يلا بينا. يعني نحبسهم في الزون فاهم. ماشي عشان كده بقول لك تعالى كده في البيت ده عشان حاسس. تعالى على العربية. لا استنى بس عشان حاسس ان في حد في البيت ده. في حد في البيت. في حد. اتاكد. والله العظيم اهم الواد ده. الواد ده يا عمي حرام اي لازق قاعد بيدوس ارته وخلاص. عشان تاني عيل لازق بيدوس ارته وخلاص. والله العظيم ما عارف هو بيضرب فين.